كان المتنبي شخصية نرجسية، واضح من شعره هذا الغرور والإعجاب بالنفس بشكل مبالغ فيه. ألم تسمعوا قوله: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محقر في همتي كشعرة في مفرقي. إيش هذا؟ إيش هذا؟ كل ما خلق الله وما لم يخلق شعرة في رأسه. هذه النرجسية هي التي كانت سببا في مقتل المتنبي، فهو من الشعراء الذين قتلهم شعرهم. خرج المتنبي سنة 354 للهجرة من قاصدا بغداد بعد ما ترك مصر طبعا، فكان يقصد بغداد. علم رجل اسمه فاتك ابن أبي الجهل الأسدي، هذا علم بخروج المتنبي. هذا الرجل فاتك هو خال ضبة. ضبة شخص هجاه المتنبي وسبه المتنبي بالأشعار، فلما علم فاتك بخروج المتنبي أراد الانتقام لأخته وابنها ضبة من هذا الشاعر الذي فضحهم أمام الناس. فوصلت الأخبار أن المتنبي ذاهب إلى بغداد، فخرج ب30 من رجال قيل 60 وقطع الطريق على المتنبي. المتنبي طبعا ما عنده عدد يحميه من هذا العدد، فلما رأى كثرة رجال فاتك وأحس أن لهم الغلبة أراد الفرار، قرر أن يهرب، وكان يستطيع أن يهرب. لكن أحد عبيده، أحد غلمانه، قال له: لا يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كيف تهرب وأنت تقول هذه الأبيات؟ فعندها استحى المتنبي ولم يفر، ورجع وقاتل. طبعا ما استطاع أن يقف أمام 30 أو 60، حتى قتل هو وابنه محسد وعدد من الذين كانوا معه، كلهم قتلوا سنة 354 هجرية. فهكذا كانت نهاية المتنبي.